أستاذ عبد الرحمن الفقير محامي بيئة مراكش، دافعنا عن الطلبة كما دافعنا عن المستضعفين في هذا البلد وعن جميع المضطهدين، نرسم اسمنا داخل هذه الصفحات التاريخية، واليوم ندافع أيضا عن مأسسة البراءة، لا ندافع عن شخص معين بقدر ما ندافع عن مأسسة قرينة البراءة، وقد ربطنا كما ربطتم أنتم أيضا طوال هذا اليوم لمدة 10 ساعات طوال من الجهد المضني ومن المرافعات ومن الاحترام المتبادل لجميع الفرقاء، سواء الأطراف المدنية أو الأطراف التي تؤازر المتهم أو السيد المبتي الحق العام الذي رفع بشكل يستحق التنويه. وبالمناسبة وكما يقول أهل المنطق، كما يقول أهل المنطق، المناسبة شرط أن السيد وكيل الملك طالب بتفريد العقاب، ونحن أيضا طالبنا بتفريد العقاب اعتبارا منا وإيمانا منا بعدالة قضيتنا. المسألة ترجع للقضاء، نحن ندافع عن ذلك، ولكن مؤسسة القضاء هي الفيصل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.